السائل: هل من لازم إنكار المنكر بالقلب؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب مغادرة مجلس المنكر، أو أن له البقاء مع إنكاره بقلبه؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب أن يغادر مجلس المنكر، أو أن له أن يبقى مع إنكاره بقلبه؟ لا، ما يبقى. إذا لم يقبلوا واستمروا على منكرهم فإنه يعتزل مكانه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.